Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وشحوالكم، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا متهنين. مرحبا بكم كامل. اليوم راح نخدم معاكم طريقة على السرابة تخرج بزاف شابة البنات. بقوا معنا للأخير. قبل ما نبدأ لا فيديو البنات، نقول لكم إلا عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك، هذا فضلا وليس أمرا، وبرتاجيو لنا الفيديو باش كامل أخواتنا يستفادوا. اليوم البنات راح نخدم معاكم الطراشن هذا، ولا هذا السرابة بهذا القالو. شوفوا كيفاش مخدوم، جاي يجي بزاف، الشكل تاعو بزاف شباب كما راكم تشوفوا هذا، وكاين ثانيك هذا. هذا البنات انا ما شريتوش بالمترا، كاين واحد الحانوت جاي في الزاويه داير سولد على هاد السلعه تاع الخياطه، هذه كامل داير عليها سولد. البنات شريتها هكذا ب 15000، بوبينه فيها 9 مترات تدير 15000. نروحوا البنات للطريقه كيفاش رايحين نخيطوا السرابط نتاعنا. عندي ثاني هذا القماش تاع السرابط كما راكم تشوفوا، هذا العرض تاعو فيه 90 سنتيم، شريته ب 10000 للمترا، هذا شريته من القليعه. كيفاش راح نفصل المترا البنات؟ راح نطول القماش، شوفوا نطول القماش على 2، نزيد نطويه هكذا على 4، وريحه تفتحي من الجوانب هذو كامل، ريحه تتحصلي على هذوك الربعه نتاع السرابط. نبداو الخياطه البنات، شوفوا ندير الرفيه كيما قلت لكم، الرفيه تكون صغيره كامل. نحو هذا الخيوط الزايده هذه. نصيحه البنات، الناس اللي تخيط بزاف طراشن يستحسن مع تفصلي الطرشونه تاعك ولا السربيته تروحي تخيطيها، على خاطر شكون طبطاي البنات ريحه كامل تستنصر هذوك الخيوط. واش راح ندير البنات؟ شوفوا راح نرفد هذه الزاويه هذه، نطويها هنا، نطويها شوفوا كيفاش نطويها هكذا، ومن بعد نعاود نرفد هذه نطويها هنا، ومن بعد راح نزيد نطويها هكذا البنات. شوفوا كي نطويها هكذا البنات راح نتحصل على هذاك المثلث. تمشوا المشيله تاعكم غير بالعقل، تعاودي ترشقي الابره تاعك هنا البنات، وتعاودي ترفدي القماش وتدوريه بهذه الطريقه سورتو المبتدئات هذا، باه نتحصلوا كيما قلت لكم على هذه الزاويه هذه. نديروا هذيك الرفيه صغيره، نعاود معاكم الطريقه للمبتدئات، خاصه للمبتدئات اللي راهم جدد. شوفوا نديروا هذ الرفيه، نرفدوا هذ الزاويه هذه البنات، نطويوها هكذا، من بعد نطوي القماش تاعي هكذا، نديروا رفيه صغيره ونعاود نرفي الرفيه الثانيه، ندير الرفيه الثانيه باه نحصل كما قلت لكم على هذاك المثلث. نرشق الابره تاعي وندور القماش، بعد ما درنا على السربيته تاعنا كامل ابرفيه. شوفوا البنات هذا هو، هذه السربيته تاعنا، وهنا منين رفينا رايحين نخبوا هذيك الرفيه البنات باه تجي السربيته تاعنا تجي نقيه وتجي شابه. كيفاش رايحين نخدموا؟ هذه هي قلت لكم منين رفيت الرفيه راهي منا. دوكا نجيب هذا القالو ونشوف الوجه نتاع القالو، كيما قلت لكم الوجه اللي يبري هو الوجه نتاعو. نحط زياده البنات، شوفوا نخلي هذه الزياده هنا هكذا، نحط الحاشيه تاع القالو على هذيك الرفيه باش نخبي